اهلا وسهلا بكم من جديد، فقرتنا الاخيره وبشركم على الفارس تضحك يعني بس اطمنكم الامور طيبه. اهلا وسهلا فيكم. اليوم الحقيقه عزمتنا علا على السحور، شكرا على الضيافه، اشكرك جد الله عليك. الحقيقه انا ارحب واحيي الحقيقه بكل تقدير واجلال زميلي العزيز والصديق العزيز دوتو هو وعلا علي الغفيلي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك والله يا اخوي علي، ورمضان مبارك علينا وعليك. علينا وعليك. شكرا علي اول شيء على تلبية الدعوه، على حضورك تشريف لنا كبير. الله يشرف مقدارك، وهذا شرف لي. اول شيء اقول كل عام وانتم بخير للمستمعين وللمشاهدين وين ما كانوا، سواء اللي يتابعونا على تويتر او على حتى الوسائط الالكترونيه او على ما شاء الله الشاشه والاذاعه. نعم. على كل الدعوه هذه يشهد الله يا علي انه لبيتها. اول شيء انت غالي علينا، الله يسلمك، فما بالك انت السمي طبعا. اكيد. ودعوه ميمونه من علا صحتني الصبح. أيه. تقول لي علي وينك، رد على جوالاتك. قلت لها والله جوالاتي مفتوحه، انت اللي وينك. كلمتني قالت لي والله انه على اساس انه ضيف سحور وكذا. قلت لها بالعكس، لي الشرف، اولا لي الشرف معاها ولي الشرف على استضافه روتانا ومعك برضه. الله يسلمك، الشرف لنا. علا ليش اخترتي علي؟ انا دائما اصل ضيوفي اللي ينتقون ضيوفهم دائما، احنا يمكن عندنا معايير، لكن الضيف او اللي عازمنا اللي هو انت اليوم ضيفتنا مشرفتنا، عندك انت معايير، عندك اسبابك. وش اسباب انه علي يكون هو ضيف؟ هو نوع من الوفاء لمرحله. علي شريك عمر، تقاسمنا الشاشه سوا، تقاسمنا الهموم والنجاحات. ربما لا يعلم المشاهد اليوم بانه برنامج ام بي سي في اسبوع لاكثر من 7 سنوات مضت كنت انا وعلي الغفيلي وان مان شو، كنا الاعداد والتقديم والمتابعة مع المراسلين ومع المكاتب الخارجية. في أيام كنا نخرج الساعة 6 الصبح من المحطة، نروح نستعد 4-5 ساعات ونرجع نقدم، نقعد نجهز حالنا ونقدم البرنامج. عشنا لحظات النجاح، لحظات الإخفاق. أنا اليوم يمكن أجلت الأمومة زي ما قلت قبل شوي، لكن أقول لك إم بي سي في أسبوع بكذب عليك إذا ما بقول لك إني أنا أشعر بلحظات كثيرة إنه مثل ابني. يعني فكرة كبرت، وصلنا لكل العالم العربي، عشنا هموم الناس، عشنا القضايا الإنسانية في مرحلة كان فيها شح في الإعلامي أو الصحفي أو مقدمي برامج يناقش هذا النوع من البرامج، لأنه تعرف أنت اليوم السبونسر بده شيء يبيع. القضايا الإنسانية مش كتير يعني. عشان كذا كل واحد من زملائنا اللي قاوموا في وانتصروا للإنسان وكانوا يزعلون من يساريين أو في هذا الجانب أو إنسانيين أو أعتقد أنهم يستحقون التقدير. اللي يهتمون بالناس وهمومهم يكون سقفهم عالي حتى لو كانت الأمور صعبة، يستحقون حقيقة التقدير. بالتأكيد. فالشكر لكم على ما قدمتوه وعلى ما تقدمون إن شاء الله مستقبلا. علي أجمعين يا رب. دايما أسأل، أنا أدري أنك تحب علا وتقدرها وكل شيء. حب أخوي طبعا. إيه لا إيه. أحسن لفو تجيب العيد. الله يبعد عننا الإشاعات. لا شفت، بس بقول الحين أنه أحيانا الواحد يتكلم عن تعابير مرتبطة تربية كل إنسان، لكن الناس أحيانا تأخذها على محمل. أنا أقصد أكيد الحب الأخوي، أنت تمازحني علا أدري، وهذا كلامه من وحي حتى اللي قال لكم على الهواء تزوج، وانت صحيح وانت مزوج وعلاقه علا بزوجتك علاقه مهمه، وقالتها يمكن شفتها مع علا بالسكتر. لكن اليوم ادري انك تحب علا محبه قويه، وادري انك تقدرها وتعتبرها شريكه نجاح، وهذا امر طبيعي. خلنا هذا منها كله لا يعنيني اليوم. انا اللي يعنيني لي لما يجي طيب في السحور يقول لي سلبيات اللي عازم. وش اكثر سلبيه في علا انت مضايقتك او انها صعب تتغير او ودك تتغير؟ احكي بسرعه بعصب. اخاف تقول لي ايش جابك. قول عادي والله ما في شيء مخبى، قول اللي بدك. لا شوف، للامانه انا بعمري ما اشتغلت يا علي، والمشاهدين طبعا لهم كامل الخبره بهالموضوع هذا. انا بعمري ما اشتغلت في اي قناه اشتغلت فيها مثل ما اشتغلت مع علا. اشتغلت معها من 2006 علا 2006 نهاية 2006 2007 إلى، طبعا أنا أتكلم كعمل، كشراكة عمل يوميا. نعم. نطلع من الدوام مع بعض وندخل الدوام مع بعض، واجتماعات وتحرير وما إلى ذلك، حتى إذا سافرنا بعض الأحيان للشغل مع بعض.
بعمري ما قضيت هالفترة هذه مع إنسان بقدر ما قضيتها مع علا. أنا أتكلم من 2007 إلى 2010، لا مو 2010، 2014. أعطونا 6 شهور 7 شهور انفصل. الأرقام عندي أنا مشكلة فيها. الشاشة الشاشة. إلين أكتوبر 2014. أعتقد من 2006 إلى 2014 إنها مرحلة شفت فيها علا بكل المراحل. يعني شفت فيها الله يعينك. شفت فيها الأخت. شفت فيها الأخت. والله شفت فيها الصديقة. شفت فيها الزميلة مهنيا. شفت فيها المراسلة ميدانيا. شفت فيها العصبية. شفت فيها مرحلة بكاء. شفت مرحلة الخوف والقلق. شفت فيها مرحلة المحاسبة لتفسيرات الناس. وانت زي ما قلت قبل شوي، لو قلنا مثلا علي يحب علا او علا تحب علي، الناس على طول هتاخذها وتعمل منها هاشتاج، وعلى طول وانت تعرف الكلمات القصه تبدا بكلمه وتنتهي بقصه قصيره اذا ما كانت قصه مطوله عند ربعنا روايه. اي نرجع على السلبيات. اي يا اخي السلبيات. اطرب لي السلبيات مع علا يا طويل العمر. ما هي السلبيات اللي تكرهك في الانسان بقدر ما انك تشفق وترحم هالشخص اللي انت له مكانه بجواتك؟ كيف؟ علا من النوع المتحفزة بشكل لا يمكن أن تتصوره. يعني مثلا لو قلت لها الحين في أحد كتب عليك في تويتر، ممكن في وسط الحلقة وإحنا الحين على الهواء ممكن تتابع تشوف. ليش؟ لأنها قلقة من تفسيرات الناس، قلقة من اللي ممكن هي تذكره بصفاء وطيب نية، تفسيرات الناس تأولها لأقاويل مختلفة. هذا واحد. اثنين، من مميزاتها وأنا أعتبرها ميزة وليست سلبية، أم دمعة. كيف يعني؟ أم دمعة يعني دمعتك على خدك. يعني ممكن أنا أذكر موقف مع مديرنا الله يذكره بالخير، كان في مزح وما نعرف إيش، فجاء مرة من المرات علا تطلع من الاستوديو، تدخل للاستوديو وما نعرف إيش، يعني تشيكات أو مثلا تأخذ ميكب أو أشياء خاصة فيها. فلما تجي علا تطلع وتدخل الاستوديو قريب من مكاتبنا بالضبط، فكان يقول لها خليك في الاستوديو ليش كل شوي طالعه وما نعرف ايش. فكان هي تطلع لانها تبغى تشيك على شغله بالرننج اوردر في الاعداد السياق تبع البرنامج. رجعت للاستوديو وهي دمعه على عينها. انا بس سالتها ايش فيك؟ صحت. بس سالني شو فاضطرينا مع المخرج. طبعا احنا ما شاء الله نقول صفين قالوا احنا اثنين. فاضطريت اقول للمخرج وان كام، يعني كاميرا علي انا وخلي علا، لانها بكت. خلاص المخرج قاعد يكلمنا انه فايف. ليش بكت؟ بكت على الكلمه هذه، مع انها لما يحكي معي حدا شوي بصوت عالي ببكي. لما يعني حساسه، انا عندي مشكله بهذا الموضوع. يعني حتى الانتقاد لما يكون شوي، اذا ما عرفت تحكي معي باسلوب ببكي. يعني لا تهني، اقبل كل شيء الا الاهانه. طيب اعتبر نفسي حره، يعني ما بحب حدا يهيني، عرفت؟ دوم ان شاء الله دوم ان شاء الله حره. علا بس اخيرا بسال، إيش أقرب وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي إلى قلبك؟ والله حالياً ولا إشي. الصراحة الحين أنت بتابعهم يعني، بس مش مثل أول. إيه يمكن تويتر لسه محافظ شوي، هيك بحبه شوي أكتر. تحبين تويتر أكتر؟ الناس أكتر اللي من سناب أكتر من إنستغرام؟ سناب والله فتحته هيك يعني عشان بس الناس الفيك، ولا مش مقتنعة فيه 100%. إنستغرام عندي حضور فيه كويس، لكن صدقني اليوم انا بالنسبه لي السوشيال ميديا هي متطلبات العمل يعني. ولا انا ما تشوفين انك خليتي، انت سمحتي للناس يدخلون في حياتك؟ لا بشكل كبير. انا اشارك الناس ما اريد ان اشاركهم اياه. والناس تعتقد انه هي عايشه كل تفاصيل حياتي، لكن فعليا لا. يعني المتبقي هو الاكثر؟ طبعا. طبعا الناس حاسه انا اشارك ما يخص الناس فقط. يعني انا بعيشوا معي يومياتي ببساطه، زي ما قلت لك لا اقدم نفسي برواز، يعني مثل ما انا حبوني ما حبوني يعني ما اعتقد انهم حيكرهوني، لكن يعني اتمنى يبدلوا رايهم يوما ما. نعم. يعني في النهايه رضا الناس غايه لا تدرك. بالضبط. نعم. هلا لما بقرا شوي كنت في تويتر، يعني في ناس بيحكوا لي ما جبتي سيره الاردن قد ما حكيتي على السعوديه. بالنهايه الاوطان يا احبائي ليست فقط من تنجب بل من تربي ايضا. انا اعتز وافتخر باردنيتي كما اعتز ببلاد الامارات اللي عشت فيها اخر 10 سنين، واحب المملكه العربيه السعوديه والاعلام السعودي الذي انجبني واحتواني منذ البدايه. ما لقيت فرصتي في الأردن. نهاية المطاف أتمنى ما أحد يزاود على 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 محبتنا لأوطاننا. أكيد. وبلس كمان اليوم الحديث
عن السعودية لأنه في جزء إشكالية معينة أنا وجودي اليوم أعتبره له هدف. أنا ما بحب أطلع بس أبرم، أنا يمكن برمت كثير والمحاور السعودي برنامج السعودي يمكن لو برنامج أردني يعني بالعكس، لكن أنا يعني لا حد يزاود على أردنيتي ولا حد يزاود على محبتي لبلادي. وهاي هي على الغفيلة. أشكرك جدا على حضورك معنا، ممتنين شرف لنا في روتانتكم معنا. شكر عميق الحقيقة لبنت الأردن وبنت السعودية وبنت كل الأوطان، بنت العالم العربي علا الفارس. ممتن جدا لحضورك، أتمنى لك التوفيق شكراً. في المستقبل وفي مقبل الأيام. اليوم استمتعنا، كثير ملفات نبشنا فيها، الوقت داهمنا في مكان وأعطينا حق بعض المواضيع في مكان آخر. الحقيقة شكر مرة ثانية وثالثة ورابعة. أيضا حقيقة أحب أشكر الإعلام السعودي والإعلام والمواقع الأردنية اللي تفاعلت معنا في حلقة اليوم، زملائي الصحفيين هناك وفي أيضا المملكة العربية السعودية، أشكرهم شكر عميق. أشكركم أنتم لأنكم دائما تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في يا هلا رمضان. غدا ألقاكم ضيفتنا زهرة الخليج، زهرة الدراما الخليجية زهرة عرفات، في أمان الله.